party in Ipanema, baby. I want a party. I want a summer. I want a party. I want a summer. I want a party. And live my life. My life. I want a party. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوكم شباب، شوكم زينين، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا الدرس الثاني من برمجة تطبيقات سكتشوير. هو الدرس الثاني عن كيفية التمرير إلى الأعلى وإلى الأسفل في تطبيقك. لكن قبل البداية أنصحك بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات يصل لك كل ما هو جديد. فلنبدأ بالشرح. أول شيء نقوم بالضغط على تطبيق سكتشوير، وثم نقوم بإنشاء تطبيق ونتوجه هذه الصفحة. ماذا نفعل؟ أول نقوم بإضافة هذه ستور في، نضغط على عرض الشاشة، نختار لونه مثل اللون الأبيض، ثم نضيف لينر في شوية طول، خليه صفر، وأنا خلي على عرض الشاشة بالكامل. ثم نقوم بإضافة مثلا أي شيء تبونه. أنا سأقوم بإضافة أزرار، أنتم بتقدروا إضافة أي شيء بس أنا أضيف أزرار للتنمية. كما ترون تم إضافة صور أو عفوا تم إضافة أزرار، كما ترون أنه ينزل إلى الأعلى وإلى الأسفل. يمكنك إضافة هذه إلى الأسفل حتى يكون لك تمريره إلى الأعلى وإلى الأسفل. نقوم بتجميع التطبيق. إذا بعد ما ثبت ويانا نضغط على فتح. هذه كما ترون الشاشة تمر إلى أعلى وإلى أسفل. هذا كله ما كان في شرح. إذا عجبك الفيديو اضغط على إعجاب وتجيلك الاشتراك، والسلام عليكم. Everybody put their wings together and clap them as loud as you can. Clap them, I don't care, slap them. Party in Ipanema, baby. I want a party. I want a summer. I want a party. I want a summer. I want a party and live my life. My life. I want a party. Party and fly. Just like a bird. But you are a bird. Oh yeah, you're right. So let me fly just like a rocket, yeah. Okay. Fly so high where I need to come down for oxygen. Hey. Cause once we started, baby, ain't no stopping then. Hey. Cause I just wanna live my life and party. Hey. All I want is to be free and rock my body. Oh.